ابقوا بالخارج، تقود هذه البوابة إلى مقبرة شياطين الظل. كغراب العقعق الضخم يجلس طائر التنين على كومة من الكنوز المسروقة. ستجد عشا فوق الأشجار، تلك البيضات تساوي وزنها ذهبا. لا أحد.
شياطين الظل محبوسون في الداخل بمنأى عن عالم الخير والنور إلى أن تنشق الأرض نصفين. لا يستطيع أحد ولا حتى ملك الظلام زاروك إطلاق سراحهم من دون قطعة الظل الأثرية. غادر الآن أو شاركهم هلاكهم. الفزعات لا يمكن إيقافها، فلا تحاول أنت. إن لم تهزمها انصب لها فخا أثناء هروبك. قدرة الاندفاع الجريء ستجعلك تتخطاهم بسرعة. احذر من الماكرين في الآلات المعدنية. من يعلم ما هو السحر الأسود الذي يبث الحياة في أطرافهم المعدنية؟ سيكون من الجيد الابتعاد عن أخطار كهذه. Thank you.
الموت ينتظر في حقل الذرة. اختر طريقك بعناية ولا تبقى طويلا بين الذرة. يطوقك الكاتورا سيد الأفاعي للقتال بجانبك، ولكن زاروك قبض عليه وحبسه داخل صندوق. حرر هذه الروح لتحصل على حليف قوي. Thank you.
الطين أمامنا، وهو مصدر الطبق الجانبي المفضل لدى جالومير. ادخل لتفهم الرعب الحقيقي للفواكه الفاسدة. عقد التحالفات مع أفراد قاعة الأبطال هو التصرف السديد للتقدم، التقطيع والمزيد من التقطيع، والإطاحة ببعض رؤوس الزومبي. يظن أن بإمكانه التكفير عن خطاياه بالقتال. أمامك الكثير قبل أن تكون الأفضل. قف أمام تماثيل. فورتسك يا إلهي، لابد من أنك أوفر الجثث حظاً على وجه الأرض. لدي شيء هنا يمكنني أن أعيرك إياه، خذه أو اتركه، لكن تذكر أنني أقوم بهذا لأجل أهل جالومير التعساء وليس لأجلك أيها الأحمق الطويل القامة.
اقفز على هذا الفطر السحري،
سيقذف بك عاليا، ولكن احذر من السقوط والغرق من دون ترك أثر. Thank you.
عقد التحالفات مع أفراد قاعة الأبطال هم. دان أخبرني ما لا تخجل يا فتى، رأيتك ترمقني بالنظرات. قد تكون ضعيفا خارفا كجميع الرجال، لكنك تعجبني عزيزي. قد يكون القوس والسهام الخاصان بك مناسبين للمهام البسيطة، لكن إن أردت إلحاق الضرر خذ هذا الرب.